الله يسحب منه، الفلاح يستفاد العلماء يستفادون، كل شيء درجه اولى، وكل خلق كل شيء بخلق طبيعي يسويه الحين، كل شيء يعني اهم شيء نضافه عندنا. فلاح الفلاح دائما يستفاد، فلاح يستفاد، العمال يستفادوا دائما. كم عمال يشتغلون به؟ تقريبا من 12 الى 15 عامل تقريبا يشتغلون. وتوزعون كل المحافظات؟ كل المحافظات، دوكر، بيل، بغداد، عند الموصل عامه.